ومن جبل لبنان ينضم إلينا نائب البرلمان اللبناني ونائب رئيس حزب الكتاب الدكتور سليم الصايغ. دكتور سليم أهلا بك على شاشة الحدث وفي برنامج الأخبار ليلة. دكتور، إذا استمعنا إلى الكثير من التسريبات على ما يبدو يهوى الإسرائيليون التسريبات حول ما يجري في لبنان وحتى حول ما يجري في قطاع غزة، ولكن لبنانيا للمعلومات شحيحة، أنتم ربما أعرف من البقية لأنكم أمس كنتم في لقاء مع المبعوث الأمريكي هوكشتاين كحزب الكتائب، تحدثتم معه، ما الذي سمعتموه منه؟ هل هناك طرح جديد، رؤية جديدة، تقدم ما أحرز؟ يعني على ما يظهر أنه هوكشتاين يعول كثيرا ولا زال يعول كثيرا على الاتفاق اللبناني الإسرائيلي، اتفاق بين حزب الله وإسرائيل، إذ أنه الدولة اللبنانية اليوم تعمل وسيطا عند حزب الله وعند إيران. يعني إنما بالفعل بالمضمون الحقيقي لم نلاحظ أن هناك تقدم ملموس في هذا الأمر، لأنه حزب الله يرفض أن يكون هناك مبدأ الهوت بورشوت، يعني أنه متابعة أي عمل أو انتهاك للاتفاق أو للقرار 1701، بحيث أنه إسرائيل تستطيع أن تتدخل إذا ما وجدت خطرا ما في لبنان، أي خطر عليها. هذه إحدى العقبات. بالطبع هناك عدم تحديد لأصحاب المصلحة الحقيقيين. نحن من وجهة نظرنا، وهذا ما تم نقله لآموس هوكشتاين، أنه اليوم نتحدث مع حزب الله، وحزب الله ليس هو الفريق المعني. حزب الله اليوم أصبح في قبضة إيران بالكامل، وبالنتيجة إذا تم إراحة إسرائيل في هذا الاتفاق، كيف سيتم إراحة إيران؟ كيف سترتاح إيران؟ ولكن مع من يتحدث إذن إن كان ليس حزب الله؟ قبل أن تجيبني أعذرني الدكتور سليم، ونحن نتحدث الآن تطور ميداني جديد في لبنان، تحذير إسرائيلي، كنا نتابع في الحقيقة خريطة جديدة منشورة من قبل الجيش الإسرائيلي، تحذير جديد بإخلاء مبنى في النبطية جنوب لبنان، التصعيد كبير دكتور سليم طوال يعني الأيام الماضية. طبعاً نعود إلى نقطة مع من يجب أن يتحدث. نحن طرحنا منذ الخماسية بالنسبة لرئاسة الجمهورية اللبنانية أنه لابد من التكلم مع إيران، إنما المجتمع الخماسية والمجتمع الغربي والعربي لا يريد إدخال إيران في موضوع النزاعات الإقليمية، وهذا أمر نحن كذلك نريد لا أحد أن يتدخل، إنما إيران اليوم هي في لبنان، وهي من تقصف إسرائيل، وهي من تهدد إسرائيل، وهي من تتلقى الضربات من إسرائيل. وبالنتيجة يعني إذا ما لم يكن هناك مقاربة شاملة للموضوع وتجزئة هذا الموضوع، نبقى في ندور في حلقة مفرغة. دكتور سليم، ولكن ربما هذا تناقض، كأنكم تقولون ملف لبنان يجب أن يسلم لإيران لتتفاوض به. أبدا، أنه الملف لبنان اليوم دولة لا تتمتع بالاستقلال السياسي، دولة اليوم عليها اليوم حزب الله بكل ترسناته العسكرية وإمكانياته، هو اليوم يقصف على إسرائيل وإسرائيل ترد عليه، والقيادة شكلت بالكامل من قبل الحرس الثوري الإيراني طبعا بأسماء لبنانية وبشخصيات لبنانية، وبالنتيجة علينا أن لا نغيب واقع الأمر. لذلك نحن نقول أنه نحن بكل أسف أمام استحالة دبلوماسية، لأن المقاربة تقصي إيران عن المعادلة، ونذهب إلى لغة الميدان. ولغة الميدان ماذا تعني؟ لغة الميدان، لغة الميدان تعني أنه ضرب إيران وإخراج إيران بالكامل من المعادلة الأمنية والسياسية في الشرق الأوسط. هذا ما تطالب به تماما الحكومة الإسرائيلية بالعمق. نعم. وبالنتيجة هي مسرورة جدا هذه الحكومة. الحديث مع إيران، طرحتم هذه الفكرة بصراحة لنعود إلى لقائكم مع المبعوث الأمريكي أمس هوكشتاين؟ نحن نطرحها في كل الاجتماعات. ما الذي سمعتموه منه؟ الحديث مع إيران والتفاوض معها حول لبنان. هناك
يعني أول شيء خلينا نوضح أمر ما، إنه أموس هوكشتاين لم يوحي أبدا ولم يقل أبدا، بالرغم من السؤال عن الموضوع، هو ليس مفوض أبدا من قبل الرئيس المنتخب ترامب لإكمال أي مهمة. هو لا زال يعمل لدى الرئيس بايدن، وهو سيبقى سي س ولن يد وليس هناك من سقف زمني لمهمته، نعم سيتابع هذه المهمة حتى يوم التنصيب، يعني عندما هذا يتم جديد، كان إدارة. يعتقد بأنه دعم من قبل أبدا ترامب ربما سيبقى. أبدا 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 لم يكن هناك أبدا، وهو نعم هذا ما قاله بالتحديد يعني، وبالنتيجة ليس هناك من أبدا من يسبح. ولكن هناك نشاط، وهو لديه الوكالة من رئيسه، من رئيس بايدن، وهو يعمل حسب هذا الموضوع، وعنده مهلة شهرين لحتى أو شهر ونصف لهني حتى يقدر يخلص هذه المهمة، ومتى وهو سيزور لبنان؟ يطور. ليس أخباركم؟ هناك من زيارة، لأنه ليس هناك من تقدم ملموس، وهو يعيد النظر دائما مثل ما فهمنا، ليس هناك إنه سقف وليس هناك جولة واحدة وتنتهي، سيعيد النظر، يستمع، يأخذ بالملاحظات وسيعيد النظر، لأنه مثل ما قلنا لا يمكن أن يتم حل هذه المسألة بالمسار اللي أخذته اليوم. وجواب إيران اليوم عبر حزب الله أنه نترك لغة الميدان، بمعنى أنه أي حل لا يأخذ بعين الاعتبار مصلحة إيران لا أمل له بالنفاذ سياسيا. نحن نقول هنا ونتكلم اللغة الدبلوماسية هنا، من دون أن نأخذ موقف مع هذا أو مع ذاك، موقفنا معروف، نريد تطبيق القرارات الدولية فورا، إنما الآليات المعتمدة. وأحب أن أشير هنا أن هناك جلسة مهمة لمجلس الأمن الثلاثاء المقبل، سيتم فيها مناقشة موضوع 1701 والإجراءات التي يمكن أن تؤخذ لكي يتم إعطاء طبيعي. الفعالية مجددا للقرار 1701. ما نخشاه نحن هنا أن يتم تجزئة المشكلة، بمعنى أنه تطبيق القرار كما طبق بالماضي هو ضمان أمن إسرائيل، نعم وترك كل لبنان في قبضة إيران. أعتقد أنه هذا دكتور، ليس مصلحة نعم فيه للبنانيين ولا مصلحة لأي دولة شريكة مع لبنان. دكتور سليم، نعرف موقفكم ككتائب، أنتم تشددون على وقف النار، دور الجيش وحصرية السلاح بيد الدولة بالتأكيد، وهذا ما يعبر عنه دائما وعلى الغالب، وعبرتم عنه مع هوكشتاين، ولكن فيما يتعلق بدور أو عمل عسكري ما إسرائيلي في الأجواء اللبنانية هذا مطروح، هل سمعتم شيء، أوصلتم أو ناقشتم هذه النقطة مع هوكشتاين؟ هي مطروحة فعلا اليوم أم بالطبع يعني هو الموضوع، نحن لا نريد أبدا، نحن عبرنا عن هذا الموقف، لا نريد استباحة لبنان، وكأنه أصبح لبنان أرض تعمل بها داعش، ونبني تحالف دولي لمحاربة داعش في لبنان. هذا لبنان لا يريد أبدا، ليس هناك من بيئة حاضنة في لبنان لشريعة الغاب، نريد دولة قادرة متمكنة ولا تجزئة للحلول. بكل أسف أستطيع القول أنه اليوم المجتمع الدولي بشكل عام يسعى إلى إيجاد مخرج ما عبر تجزئة الحلول، نعم وبالنتيجة اعتبار أنه المرحلة الأولى تصبح في جنوب لبنان، وبالتزامن يتم ضبط الحدود اللبنانية، وفي مرحلة لاحقة لا نعرف متى بالضبط يتم تنفيذ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية. نحن نعرف عبر خبرتنا اللبنانية أن هذا الأمر فيما بعد لن يتم، إذ أنه لدى حزب الله القدرة، مدعوما من إيران طبعا، لكي يتشكل مجددا نعم ويستعيد قدرته، ليس فقط في شمال الليطاني إنما كذلك في جنوب الليطاني. هذا لذلك بالنسبة لحزب الله والسلاح، ولكن بالنسبة للعمل العسكري جوا أو العمل للعمل العسكري جوا، هناك قناعة أمريكية أنه لابد من
دعم إسرائيل في مطلبها هذا، وليس مطروح على الطاولة أبدا كف يد إسرائيل عن العمل العسكري في لبنان، ليس هل مطروح على لبنان أبدا. أن يتساهل مع هذا البند وهذا الشرط؟ نحن نريد حل كامل متكامل في لبنان لكي يتمتع هذا البلد في بسيادة كاملة تحت إمرة الجيش اللبناني مدعوما من اليونيفيل المعززة. بالطبع هذا الأمر في نهاية المطاف غير مقبول أبدا، نعم. لذلك نقول إنه المدخل لأي حل في هو استعادة الدولة سلطتها على كامل الأرض اللبنانية وحصريتها للسلاح. وإلى غاية الآن ليس هذا الطرح الأمريكي على ما يبدو بحسب ما سمعتموه. على ما يبدو ليس هناك من قابلية لهذا الموضوع، نعم. لأنهم يريدون الحل الممكن ويعتبروا أن هذا هو الحل الممكن، ويبدو هنا أنه هذا الحل مفخخ من داخله، لأنه هناك مبدأ أن إسرائيل تتمتع أو تستبيح متى شاءت الأراضي اللبنانية نعم. باسم الدفاع عن نفسها، وبالنتيجة يصبح هذا الطرح وكأنه يولد ميتاً. أنتم تشددون على 1701 والكثير من الأطراف السياسية تشدد على هذا الأمر، ولكن هل عندما كنتم مع المبعوث الأمريكي أو تحدثتم مع أي وفود أخرى، هل طرحتم أيضا ضرورة التزام بإسرائيل ببنود 1701، وأقصد هنا بالتأكيد المواقع التي تسيطر أو تحتلها إسرائيل وهي لبنانية بالفعل؟ يعني الأمر هو يتعلق بترسيم الحدود، وقبل حرب 7 تشرين، عملية 7 تشرين 2023، كان مسار تحضير الحدود بين إسرائيل ولبنان قائما، وهناك واسطة أمريكية وأممية نشطة في هذا الموضوع، وتم الاتفاق على أغلب النقاط الخلافية، وبالنتيجة ولكن اليوم ليس الميدان مختلف، ربما إن ذهبتم اليوم إلى الميدان. طبعا 1701 والتزامات لذلك لبنانية لن تصل يوما ما إلى التزامات إسرائيلية. أخشى ما أخشى أن يتم تخطي 1701، لأنه نعرف أنه إذا ما نعم. احتكمنا فقط إلى الميدان، اليوم إسرائيل بالفعل تحتل مجددا، عادت احتلال مراكز مهمة استراتيجية في الجنوب اللبناني، تسيطر بالنار أو مباشرة على هذه نعم الأراضي، وأصبح لديها قناعة نعم أن قصف وتدمير الضاحية الجنوبية في لبنان والأهداف التي تصيبها في كل لبنان نعم لن تأتي بالمقاومة، أو لن تأتي بمحور الممانعة إلى المفاوضات. لذلك تشكلت قناعة عند نعم إسرائيل كما هو ظاهر على الأرض أنه لا بد من احتلال الأرض، ويتم المقايضة شكرا. فيما بعد على موضوع الأرض. لذلك نحن نقول أنه هذا وبنعم أو الأمر لا، لن يقف النار قريبا أو لن يقف لا إطلاق النار. حسب مسار الأمور، طالما الكل يقول فليكن الميدان، أخشى ما نخشاه أن يتم تخطي كل الاتفاقات والقرارات الدولية لبناء شيء جديد ومعادلة قوة جديدة في شكرا لبنان. شكرا جزيلا لك من جبل لبنان، كنت معنا النائب في البرلمان اللبناني ونائب رئيس حزب الكتائب الدكتور سليم الصايغ. شكرا.